الإصلاح اللي كيبدأ أولا بإصلاح ديال مجونات الأسرة اللي مرت عليها 18 سنة، رغم الإنجازات اللي حققناها في مجال الحقوق والحريات وفي بناء الأسرة وفي الحفاظ عليها، فأول إجراء عملي يعني كان في الخطاب الملكي هو الإجراء ديال إحداث أو توسيع محاكم الأسرة بالمملكة المغربية. دونك فهذا إجراء عملي واللي غيزيد يفعل، والهدف الأساسي هو الحفاظ على الأسرة. مراجعة مدونة الأسرة يعكس الحرص